التي يقام في كل سنة 8 مارس. في الحقيقة جد سعيدة أن أتواجد هنا في مع ساكنة الدهيرية وأحتفل مع نساء هذه السنة، أحتفل مع ساكنة الدهيرية، وجد فرحة أيضا وسعيدة أن أتقاسم معكم فرحتي، وخصوصا عندما أجد أبناء أو فلدات أكباد النساء أو الأمهات اللواتي أحتفل بهن اليوم. في الحقيقة هي هدية لكل امرأة أن ترى فلدة أكبادها يشاركون وينضمون إلى مثل هذه الرياضات، هذه الرياضة التي تجعل شبابنا يبتعد عن كل المخدرات والإدمان، ونتمنى أن يتطور هذا العدو إلى عدو كبير إن شاء الله، منظم أحسن تنظيم، ونحن يعني نتعاون معكم في هذا التنظيم إن شاء الله. أرجع مرة أخرى إلى المرأة، فهذا اليوم هو يوم للمرأة، هو يوم احتفال للمرأة في ساكنة الدهيرية على مجهوداتها الجبارة وعلى كل ما تبذله من عطاء ومن عطاء لهذه القرية. فالمرأة في الحقيقة التي نحتفل بها هي مرأة أعطت كل مجهود وأعانت وربت، وهي رمز للصبر والقوة، ولا أجد مثل أكثر من المرأة القروية. في الحقيقة المرأة القروية هي التي تستحق أكثر، لأنها دائما مكافحة وصبورة وقوية بجانب شقيقها الرجل. فتحية عالية، تحية إجلال وتقدير للمرأة المغربية، للمرأة العرائشية، للمرأة القروية بصفة خاصة. كل تقدير وكل تحايا، أجمل تحايا لنساء هذه الساكنة، وشكرا لكم. ولا يفوتني أيضا أن أشكر السي المغطني على هذه البادرة، أي هذه البادرة الرياضية التي أقيمت بهذه المناسبة، وشكرا لكم.